ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده انا عايز اتكلم معاكم عن حاجه ملهاش علاقه بالاكل، هو انا حبيتها لدرجه ان انا يعني حاسس ان عايز اكلها، بس هي ما بتتاكلش يعني للاسف، بس هي في المقابل بتقدم لنا حاجه احنا محتاجينها قوي الفتره دي في حياتنا عموما، بتقدم لنا الراحه. الراحه دي من الصفه اللي تخليك تحب اي حاجه في الدنيا، يعني مثلا ممكن تحب حد عشان بتحسه انسان مريح، ممكن تحب مثلا مشروب عشان بيريح لك معدتك، ممكن تحب مثلا مرتبه عشان بترتاح وانت نايم عليها، ممكن تحب بنطلون عشان مريح قوي في لبسه. فالراحه دي من اهم الحاجات في الحياه، اي حاجه بتقدم لنا مستوى راحه كويس في حياتنا بشكل تلقائي احنا بنحبها، وبنتغاضى عن بعض العيوب اللي ممكن تكون فيها في مقابل انها مريحه بالنسبه لنا. فالنهارده انا عايز احكي لكم حكايه بسيطه كده. من مده كده كنت اشتريت شبشب صباع عادي زي الناس كلها بتلبسه، كنت بحب الشبشب ده جدا، الشبشب العلو بتاعه مش عالي قوي وسيمبل كده وخفيف خالص، يعني لما بلبسه كده كاني ماشي حافي من كتر ما هو شكله مش باين في رجله وفي نفس الوقت خفيف جدا، فكنت بحبه قوي بصراحه، وكنت دايما بلبسه في كل المواقف الحياتيه ايا كانت ايه هي، في البيت او بره البيت. المهم مع مرور الوقت الشبشب ده كان بيتقطع، وانا من كتر حبي فيه كنت بقعد اصلح فيه تاني، يبوظ وانا اصلح فيه عشان اكمل لبس فيه، لحد ما جاله فتره بقى ايه يعني زي ما تقولوا زعل قوي قوي، يعني اللي هو قال لي بقى يا عم انت خنقت اهلي يعني سيبني بقى سيبني ليت مي جو من الاخر يعني. فكان الفتره الاخيره دي كنت لما بمشي بيه في الشارع مثلا لو ماشي ودوست على طوبه صغيره قد كده كنت بدوس عليها وكان انا دايس عليها وانا حافي، كتر ما هي احساسها في رجليا من جوه بيبقى واقعي جدا يعني قوي. فكانت فتره عصيبه بصراحه، كنت بلبسه بس كنت يعني على قد ما انا بحبه على قد ما هو كان مزعلني، ما كانش مريحني خالص. فانا بقى امبارح اشتريت شبشب جديد، وده بعد معاناه يعني، انا كنت عمال ابص على شباشب كتير قوي بس ما كانش في حاجه داخله دماغي بصراحه، لحد ما لقيت شبشب هو شكله يعني مسروق من على باب حمام جامع بس انا بحبه يعني انا حبيته والله، وزي ما قلت هو مش احسن شكل بس مقدم لي الراحه اللي انا محتاجها. الشبشب النهارده اللي انا جبته واللي انا هوريه لكم هو الشبشب ده، ده الشبشب اللي انا بكلمكم عنه. زي ما انتم شايفين هو الشبشب كله يعتبر قطعه واحده كلها قالب واحد. احلى حاجه في الشبشب بقى اولا ان هو عالي، عشان الفترة اللي فاتت كنت بعاني من الشبشب اللي هو كان سليم خالص كده لدرجة ان انا كنت بحس بكل حاجة بدوس عليها وانا ماشي، فالشبشب هنا هيعوضني شوية. الشبشب هنا عالي وطري بشكل مستفز بصراحة، يعني زي ما بقول لكم تحس ان انت عايز تاكله من كتر ما هو طري في كل حتة فيه بقى، يعني هو طري في كل حاجة، كل جزء في الشبشب ده طري بشكل لذيذ قوي يعني والله. بصوا انا حبيته جدا، زي ما انتم شايفين هو الشبشب مش احسن شيب لشبشب قوي يعني، بس هو مريح جدا وشكله في الرجل زي ما قلت مش واو يعني مش احسن شبشب تنزل بيه وانت متفاخر قوي يعني، بس الشبشب مريح جدا بشكل يخليك تستغنى عن اي حاجه تانية في مقابل ان انت ماشي بالشبشب ده مستريح بجد. الراحه هنا هي نمبر 1 في الشبشب ده، يعني هو مريح بشكل مستفز. الشبشب ده البراند بتاعه او نوعه اسمه كارلوس، زي ما انتم شايفين كده مكتوب كارلوس وبرده في كارلوس تحت هنا اهي. فالشبشب ده انا عملت عنه سيرش كده على النت، كنت عايز اوصل للبيج بتاعته او لصفحته او يعني الشبشب ده فين مصدره، لقيتلوش بيج قوي على الفيسبوك بس لقيته على امازون. الشبشب ده لقيته على امازون، واللطيف بقى ان كارلوس يعني طلع يعني كارلوس سليبرز دي في منها كذا نوع، يعني في كذا نوع شبشب تاني باشكال مختلفه، وفي منها حريمي وفي منها رجالي وفي منها اولادي، يعني طلع في كذا نوع شبشب متصنع مش ده بس، في خط انتاج شباشب لطيف يعني. واللي بيميز الشباشب دي ان هي زي ما قلت مريحه جدا، انا لما دخلت على امازون وبصيت عليه لقيت ان هم كاتبين ان هو شبشب مريح وطبي، انا ما كنتش عارف ان هو طبي لما انا جبته، بس هو فعلا يعني زي ما قلت لكم مريح بشكل فظيع. الحاجه الوحيده اللي تشفع له عن انه مثلا مش احسن شكل ان هو مريح جدا. المهم انا الشبشب ده اصلا كنت اشتريته من كارفور، كان في كذا درجه لون يعني بس انا جبت الاسود. الشبشب ده انا جبته ب 70 جنيه وده سعر في مقابل الراحه دي بجد سعر ممتاز جدا، وبرده لما بصيت عليه على امازون لقيته ب 70 جنيه. هبقى اسيب لكم برده لينك امازون في الديسكربشن تحت عشان لو حد عايز يطلبه. وبس كده، انا عارف ان الحلقه دي ملهاش علاقه بالاكل خالص، بس زي ما قلت لكم دي حاجه مفيده، يعني اي حد هيشتري الشبشب ده هيدعي لي، الشبشب مريح بشكل مستفز. وثانيا وده الحاجه اللي انا بحبها دايما ان انا اخد قيمه مقابل سعر، فدي كانت كل حاجه عايز اكلمكم فيها النهارده يعني. وبالنسبه لشكله هو شكله لطيف، اول ما شفته كنت حسيت احساس كان هو مش احسن شكل، بس بعد ما لبسته شكله لطيف في رجلي مش وحش يعني. بس دي كانت كل حاجه عايز اكلمكم عنها النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم يعني، زي ما قلت لكم ملهاش علاقه بالاكل بس انا حبيت الشبشب ده جدا بصراحه، كان لازم اكلمكم عنه. بس فدي كانت كل حاجه معايا النهارده، اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام وسلام.